السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن الموديل هيلث تشيك. يعني إيه موديل هيلث تشيك؟ ببساطة الهيلث تشيك دي عبارة عن مجموعة من الستبس اللي إحنا بنعملها بشكل مثلا شهري أو أسبوعي عشان نحافظ على البرفورمانس بتاعة الريفت. طب إحنا ليه عايزين نحافظ على البرفورمانس بتاعة الريفت؟ لأن طبيعي طول ما أنت بتعدل فيه الموديل بتدخل فاميليز وبتطلع فاميليز، بتعدل فيه الإنفورميشن اللي موجودة جوه الموديل، ده بيتسبب في وجود بعض الإيرورز اللي بتظهر مع الوقت. الإيرورز دي بتخلي الموديل بياخد وقت اطول من الطبيعي في الجنريت لاي فيوز، سواء من 2D ل2D او من 2D ل3D. ممكن حتى مع الوقت تلاقي ان الفايل نفسه ابتدى يضرب منك. طيب ازاي نحافظ على الهيلث بتاعه الموديل ده؟ اول ستيب عندنا هي ان احنا هنروح تابت مانج، ومن مانج هنختار انكويري، هنروح لريفيو وورنينجز، هندوس عليها، هنلاحظ وجود بعض الايرورز. طب تعالوا كده نشوف اول وورنينج: There are identical instances in the same place. طبعا هنا بيتكلم ان انا عندي اكتر من فاميلي في نفس اللوكيشن او في نفس المكان، فبالتالي ده هيأثر على الكاونتنج ان سكادولز. يعني انا وانا بحصر الفاميلي دي اكيد هيأثر في العدد، وبالتالي برضو هيأثر في حجم الموديل بتاعي. طيب ازاي اعالج المشكله دي؟ هروح ادوس على علامه الزائد اللي جنب كلمه warning، وهيجيب لي بعد كده التو اليمنت اللي هم متطابقين على بعض. همسك اي اليمنت فيهم واقول له شو، يا هيفتح لي فيو في الليمت ده، يا هيعمل زوم ان لو انا مثلا في 3D فيو. هقفل الويندو بتاعه الورنينج وهمسك الفاميلي، وهنلاحظ ان في الموديفاي شو ريليتد وورنينجز. طبعا ده الورنينج الخاص بالفاميلي دي، فانا هاجي هنا وامسحها. لو مسكتها تاني خلاص هيشيل لي الورنينج بتاعها. هرجع لتابت مانج واقول له وورنينج، هنلاقي ان اول وورنينج عندي اختفى. نروح لتاني warning ظهر معانا، هو elements have duplicate mark values. طبعا ده من اكتر الwarnings اللي بتظهر فيه الشغل. ازاي اعالج المشكلة دي؟ برضو هدوس على علامة الزائد واشوف كل الفاميليز اللي فيها المشكلة دي، اقول له show، هيمسك الفاميلي. بعد كده هقفل الويندو واروح على الproperties، وابتدي ان انا العب في المارك فاليو بحيث ان هي ما تكونش زي المارك فاليو اللي موجودة في باقي الفاميليز. فانا هخليها مثلا 3500، 4000، هنلاقي ان الورنينج اتشال. طبعا لو انا عندي مجموعه كبيره من الورنينج ده هضطر ان انا اعمل سكادول احط فيه التايب، وابتدي ان انا العب في الفاليوز بحيث ان انا اشيل كل الورنينجز الخاصه بالكاتيجوري ده. طيب ترجع تاني للمانج، وبعد كده انكويري، ونختار ريفيو وورنينجز. انا طبعا حليت واحده من اصل 3، كده اتبقى 2 هنعالجهم بنفس الطريقه. اخر ورنينج عندي ده خاص بالارك مش خاص بالشغل بتاع الكهرباء، فانا بالنسبه لي كده كاني حليت كل الورنينجز الموجوده عندي. طبعا دي مش كل الورنينجز اللي بتظهر، ولكن احنا فهمنا الكونسبت بتاع ازاي نديتكت الورنينج وازاي نحله. نروح بعد كده لتاني خطوه، برضو من تابت مانج هنروح على البرج، وده شبه بالظبط اللي موجود في الكاد، هو ان احنا بنمسح كل الفاميليز اللي احنا ما استخدمناهاش في البروجكت، وبالتالي احنا بنقلل السايز بتاع الموديل. زي مثلا زي ننزل هنلاقي الكتريكال اكويبمنت عندي، انا ما استخدمتش الفاميليز دي كلها، فانا هعمل تشيك نون، وبعد كده هتشيك بس على الفاميليز اللي انا ما استخدمتهاش الخاصه بينا. على سبيل المثال دولت، هقول له بعد كده اوك. كده هو مسح كل الفاميليز اللي انا ما استخدمتهاش الخاصه بالالكتريكال اكويبمنت من جوه الموديل نفسه. طبعا لو انا بعمل البرج ده بشكل اسبوعي، فانا مش محتاج ان انا اشيل كل الاليمنت اللي انا ما استخدمتهاش، لكن اكيد في نهايه المشروع او في نهايه الشغل انا بمسح كل الاليمنت والفاميليز اللي انا ما استخدمتهاش، ان خلاص انا كده بالنسبه لي مش هضيف اي اليمنت تاني. تالت حاجه معانا هي ان احنا بنمسح برضو كل الفيوز اللي انا مثلا كريتها للدرافتنج، وبالتالي انا مش هسلمها، فانا بمسح كل الفيوز دي لان هي بتقل الموديل وبتبطئه في الشغل. نفس الموضوع بالنسبه للكاد، احنا بنسحبه لينك فايل مش امبورت. الامبورت ده بيكون بس مع الحاجات اللي احنا هنسلمها جوه الموديل زي السنجل لاين ديجرام وزي الليجند. ولو عملنا امبورت ما نعملش اكسبلود عشان ما نزودش الديتيل لاينز اللي موجوده جوه الموديل، لان ده برضو من الحاجات اللي بتقل الموديل وبتاثر على البرفورمانس بتاعه. خامس خطوه معانا هي ان احنا هنفتح الموديل، بنعمل اوديت. الاوديت ده بينظف الفايلات اللي بايظه جوه الريفت. يعني انت ممكن تبقى عالجت المشكله لكن ممكن برضو ما يزال بطيء، فانت بتفتحه باوديت، وده مثلا بنعمله كل شهر او كل مثلا 3 اسابيع. انا مثلا هقفل الموديل ده واقول له اوبن، وهمسك الفايل واقول له اوديت، اقول له يس اوبن،
وبكده انا اكون نظفت الموديل من المشاكل اللي مش ظاهره بالنسبه لي. طبعا في بعض الستبس تانية ممكن نعملها، زي ان احنا بنتشيك على الهوستنج بتاع كل الفاميليز، سواء كانت الهوستنج ده نوت اسوشيت او كان اورفند، بنبتدي ان احنا نعالج المشكله دي ونديها هوست من اول وجديد. فعلى سبيل المثال انا مثلا عندي هنا سوكتس، السوكتس دي نوت اسوشيت، طبعا انا ما بقدرش اعرف هل هي اسوشيت ولا نوت اسوشيت غير من خلال الداينامو سكريبت او بلجنز معينه. الاورفند بتظهر معايا عادي جوه الريفت. لو انا عايز اعرف من كلوبريت بروح على ريكونسول هوستنج، ودي طبعا بتكون الفاميليز اللي الهوستنج بتاعها اتمسح، يعني هي بتبقى واخده هوست ومثلا جيل معماري شال الحيطه دي فبتبقى اورفند. ساعتها انا بمسك الاليمنت وبعمل لها بيك نيو، وسواء هي نوت اسوشيت او اورفند بتاخد الهوست الجديد اللي انا بحطه عليها. ده كان بالنسبة لريفت موديل هيلث تشيك. طبعا احنا مش دايما بنعمل الخطوات دي مانيوالي، ومدي مش كل الخطوات اللي احنا برضو بنعملها، احيانا بنستخدم بلاجنز واحيانا بنستخدم الداينامو، ودي انا بنتكلم عنها في فيديو مستقل ان شاء الله. اتمنى يكون الشرح مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.